بكم مرة أخرى في يومية نصة. أنا اليوم موجودة في سوسة، مش نصور ميكرو تروتوار، أما اليوم قاعدة نصور في الميكينج أوف بتاع الشيف بشير. قاعدة في كليب ياسر مزيان اسمه بيا، نمشيو مع بعضنا ونشوفوا الطرايف اللي باش تصير في الكليب هذايا، خاطر موجودين فيه برشا أسامي كبيرة كيما رشدي بن ياسمين، كيما من العبد القوي، برشا أسامي أخرى تعرفهم، ما نحبش نحرق أنا المراحل، ما أحلاهم أصحاب يخدموا مع بعضهم، يتمنوا ونشوفوا بعضهم إن شاء الله الناس الكل تولي هكاكا. برا نمشيو مع بعضنا ما نطولش عليكم، بالعادة جملتي الشهيرة إن بوسكا بوسة مرصوصة من عند بوسة من كليب بيا. كما قاعدين نشوفوا تورناج نار، ومعنا نور فوتوغراف، معنا اماني، معنا الماي، شوفوا ليكيب ناشطه بشوي. اصبر يا بنتي قاعدين نصوروا، يا بنتي وسكتي قاعدين نصوروا، كوبي كوبي بربي كوبي كوبي لحظه رايزي من فاتيك تو وقت خدمه هكا وي عسلامة شنو أحوالك؟ والله ياك شوف احنا تحضيرات ما تعرف صباح شنو أحوالك؟ نحن وين وشنو قاعدين نعملوا؟ احنا بحذا داري في الحومة وقاعدين نصوروا في شنو معناه بحذا دارك؟ تحب تقول شاب بشير تسلف دارك؟ اي ولا جست خاطر عنده تصوير تاع كليب وانا جينا نروح باش نصور معاه، اختار باش يصور في داري سين ومعايا زاد مرتي وحاجات وحاسين غلا زبريت وبنتك والجيران تاع مش بيه الدنيا كل فوالا كل شيء جونا باهي جونا باهي كليب ناجح؟ مادام الناس كلهم خدامه كلهم قاربعين ودونك يخرجوا كان جنون ويخرجوا كان حاجه باهي دونك استناو كليب ياسر مزيان اكيد هلا معك انت هاك هاك ايجا هلا معك انت ايجا معنا البوغوس المزيان نسالو فلوس عنده قرض معايا سالني 2000 فرنك حقه وفضحتني عليهم يا بنتي تو نهزم بعد ما اكلك ربع دجاج والسماح باهي قولي برج باش نحنا توا هنا شنو نعملوا نحنا وين وشنيا علاش ملمومين نحنا توا في سوسه نصوروا في كليب كنا في دار خويا وصاحبي رمزي عبد الوهاب هذه اختي امال شخشوق عندها احسن ماشطه موجوده في سوسه شخشوقه رشدي لنا راه نحفلوا في الدنيا ان شاء الله عندنا كليب مزيان فيه ربوخ والدنيا وقصبه ودربوكه استناونا الناس الكل قرابي زيدا احلى باريزيان نشكروا لاباريزيان اكيد على اللبسه زيدا يعطيهم الصحة الناس نعرفوا نجموا نعرفوا اسم الكليب؟ الكليب اسمه بيا بيا وي مش بيا الزردي أما اسمه بيا يا بيا حليلي على بيا يعني نحوي تابوري صلي على النبي رشدي 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 خويا خويا رمزي رمزي بحذايا خويا فرح بينا مسؤولية فهمتني لاباس هو اسمه هو راه فرنز هذا كلنا بحق والله من غير رمزي ما كناش نعملوا حتى انت ديما فرغنا هاي جوبا خويا صحابي بشر هذاك صاحبي غيمه غيمه هاي هاي اي جاني هاي مني جاي لعروسه انت عروسه؟ اي عروسه بالرسم ولا بالعام؟ بشوي شوي شوي ناوية تعرس بالحق؟ جربتوا؟ اي هاني سالت على روحي هذوما الكل باش تلمهم في عرسك بالحق نجيو نجيو للعرس نجيو للعرس هذيك بنت اخ بنت خويا وبنت اختي نجيو منال منال ما عملها منال وين نوسن انا عم نوسن اش تعمل في كليب شاب بشير نعم اش تعمل شاب بشير راجلي حبلني وخيتي باهي اش تعمل في كليب شاب بشير بون انا في كليب انا في كليب شاب بشير بسم الله استنوا شويه خلينا نكمل الكليب بون الحقيقه انا اليوم فرحانه برشا خاطرني في كليب خويا وعشيري وولد امي علجيه الغاليه اللي نحبها ونبوسها برشا 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 خويا بش بشير نصور معاه في الكليب نتاعو ثاني مره نصور معاه كليب نصور في دور زوجة المخلصه والمتيعه واللي تبارك الله قريب باش تولد ان شاء الله على وجه ولادك وتشوف توام ان شاء الله ولاد وبنيه يا ربي كما يعطيني في الدنيا قولوا امين الناس كلها امين فيا قولي امين امين
فوالا جمالي راسمالي كالعادة، تبارك الله كل شيء يخرج عليا الحمد لله، لاباس عليا أموري واضحة، ويا ربي بجاه النهار وبجاه بركة هالعواشر على رمضان إن شاء الله كله ليا طامعة في صغير، ربي عمر حزامها. اللهم آمين يا ربي. كليب ناجح مبروك علينا بجاه للا البيا. نحبك منولتي حتى نموت عليك والله على طيبة قلب. إن شاء الله نشوفك هالساعة أنت زيد حبلك. انت تعرف في كليب شاب بشير؟ اني عندي فرقه في سوسه، فرقه نسائيه، انا عملنا اسمها فرقه امل شقشوقه. هاي 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 جينا زي ما عملنا حمام عروسه. الفرقه دي يعني معروفه من معروفه لي معروفه مع تجيجه في سوسه معروفه دي، وعندي برشا نخدم فهمت. كيفاش جاك كي الفكره باش تخدم مع شاب بشير؟ والله كلمني هو الشاب بشير قال لي راه نحب نعمل معك كليب، معناتها قلت له علاش ليه، زي المعروسة وهنا عملنا جينا للحمام هكاكا هكاكا. وفي ساعة ما جيت أنا واحدة من الناس مخلصة عليا ربع دجاجة روتي ومشمع باش وصل جيت أنا مادام وجازوز أبو قصيدر قولها كلمني يعني شني أختي هذيك كلمتها قالت لي مرحبا بيك نجيك ونخدم معاك ونعاونك وربي يبارك لها، عندها فرقة ممتازة هي صويتها ما شاء الله، كانت تغني لي أخوي تابوري نسيت هذيك غني باش بشير حاج نغني له شنو تحب هذيك نتاع بكري نتاع بكري هو محل مع البوري تاع البوري هذيك زفوني 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 على بشرة حوت بوري خمسة وخميس يا حواد زفوني في سوسة زغروط على سوسة والخوسة على شي معروسة على سنة زغرتوني على بنيتي البيه وحويت بوري على نوسة على نوسة هنيوني سامحوني مش لينا هي نسألوا حتى سؤال جاوب على كل شيء. هكا فديت من الحياة العادية، ما حبيت نبدل معناها حبينا نشوفوا حياة من نظرة أخرى. بيه نحي الكاميرا وخذولي لي أنا خانجيك أنا من يعطيك صح. بيه قولي أنت شنية طعم في كليب شاب بشير، شنية المحل متاعك؟ نصير فريناس مخرج كليب شاب بشير ان شاء الله. مش صغرونا على كلمه مخرج، احنا خدت سنتنا بالمخرجين ما شاء الله يبدو هكا مكملين عليه. مشني صغير عملت تجربه باهيه، عندي في رصيدي فوق ال 50 فوق ال 70 كليب ما شاء الله. وصل على روحك معنا باهي. وتقول يعني انت مخرج ناجح؟ مشني ناجح باهي. قداش مره تعامل معك شاب بشير؟ ثلاث مرات. ما دام عاود تعامل معك شاب بشير اكيد انت شاب ناجح ان شاء الله يا ربي. ما نقولش على روحي ناجح، خلي العباد تتفرج في خدمتي وترى مانيش يعني باش نقيم روحي. ياسر تواضع. اش قولك انت؟ ياسر تواضع. صحيتك. الهمتني. هذيك الحياة معناها لازمك ديما هيك تكون، احنا نعيشوا هكا معناها. نعيشوا هكا اسمع الاخر. شو يضحني؟ بيقول يخدم معايا حد. بيقول لي قداش من كيلو لحمتك؟ ولا قداش من كيلو لحمك اللي تفرتوه؟ قص 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 من ما نحبش نجاوب على السؤال هذا. علاش؟ قص امان ما بالرسمي. لا لا تخرج من البلاطو؟ خرجت سي بون. يا عجبكش نوسه محلاك وان شاء الله معرفه طيبه وربي يخليك. يا احلى مخرج واشب مخرج الدنيا. ربي يفضلك. يعطيك دوده. مرحبا بيك في كليب البيان تاع شاب بشير. قول لي انت شنو مشاركة في الكليب هذا؟ انا ماكياج ومعايا كل تحكي المشاركين كلهم. نحكي. باهي انت شكون ماكياج؟ انا ماكياج مدام منير
وبشير ومساء. باهي شو نقولوا باهي لعبت تحب تتحسر عليك وعجبها مكياج منيل وكل شيء برطون يعني هو مكياج نتاع كليب يعني انت عندك تطورات مع اكثر ولمسات اكثر وين رقابت؟ رقابني ان شاء الله سفيقس في الناصريه في عماره لاكورا. مرحبا ما شاء الله سانتي من سفيقس جايتنا نحن سفيقس جايتكم على خاطر يا محايد يا باش بشير. ميرسي عزيزتي مرحبا بيك نورتي.